تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم جمعية العرض الحر بتعاون مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وقناة دوزام وبشراكة مع المجلس الجهوي فاس مكناس وجماعة مكناس الدورة السادسة لمهرجان مكناس للدراما التلفزية من 10 إلى 15 مارس بدار الثقافة محمد المنوني والمعهد الفرنسي بمكناس. هذه الدورة ستعرف تكريم الفنانين ثريا جبران والحاج محمد سولي. ضيف الشرف مؤسسة أبو ظبي للإعلام. مهرجان مكناس للدراما التلفزية من 10 إلى 15 مارس. كونوا في الموعد.